السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم نصر من الله وفتح قريب. سورة النور آية 43، ونقول يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ألم ترى الراء مفخمة تاء وليس الطاء، انتبهوا، تاء ترى أن الله، انتبهوا للنون كلها مرققة، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. في ناس بتقول الودق غلط، يعني بيجيبوا قلقلة مع فتحة أو بيكسروا لي الودق، غلط. الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. ما دام النون خالي من الحركة هناك حكم، انتبهوا على طول، خط في حكم، يا إما بكون إدغام يا إما إخفاء، وبتجيبوا غنة على طول الخط طويلة إلا إذا كان بعد النون هاي لام مشددة أو را مشددة، لا تسقط النون في هذه الحالة لأنها أدغمت إدغام كامل في اللام والراء. سهلة. فيها من النون هنا خالي من الحركة بس فوقها ميم، وما بدام فوقها الميم هاي يعني معناته قلبت إلى ميم مخفى مع الباء، فبنعطي غنة مع الميم وليس غنة مع النون. ميم برد فيصيب به من يشاء ويا وليس ويا عشان في صاد، لا ويا، ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار لا إله إلا الله محمد رسول الله. الباء مقلقلة، الصاد والألف والراء مفخمين بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.